ajintaha kalfadhiga 28aad ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa lagu soo daray xal u helista muranada siyaasadeed ee ka taagan dalka muddooyinkii ugu dambeeyay. Fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland oo shir gudoominaya gudoomiyaha golahaasi Saleeban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxa lagu qaybiyay ajintaha ay ku shaqeynayaan inta ay ku jiraan kalfadhigoodani. Waxaana ka mid ah qodobada ku jira ajendayaasha kalfadhigani cusub حالو هليستا مرانا دا سياسة دا اي كتاگان دالكا يوضو اي حسود مدان تاهين سومالي لان اي مدوين كيو قدن بيا اي كتاگنا ين مرانا سياسي او كلادوان كواسي او إلاها دا ان حالو هلين ودان ياشا قلاها قورتي دا سومالي لان اي يا لرچين ايا ان اي كهد لان مرانا دا ني سياسة داد ما دام او قدب بدا او قمي همسان اي كوچرا انشان دا ياشا كالفردقو دان اي وكمي دي هاي سيدي حالو غي هلي لها مرانا دا سياسة دا اي مدوين كيو قدن بيا اي كتاگنا دالكا ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وايشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا ايو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121